يحدد إذا كان هذا النظام من المعادلات لا يوجد له حلول أو أن له حلول لا نهائية. إذا بدأت بالحل يمكنني أن أجد أحد الحلول الجميلة هنا، لذا دعونا نحاول حل هذا النظام. وحتى تحاول حل هذا النظام علينا أن نحذف بعض من هذه المتغيرات أولا. إذا دعونا نقول أو دعونا نركز على أحد المتغيرات، دعونا نحذف الإكس من هذه المعادلات. فإذا قمت بضرب المعادلة الأولى الموجودة هنا بسالب 4 فتصبح سالب 8X، ويمكن أن تحذف مع هذه 8X، لذا دعونا نضربها بسالب 4. إذا ضرب سالب 4، إذا 2 ضرب سالب 4 تساوي سالب 8X، سالب 4Y ضرب سالب 4 يساوي زائد 16Y، سالب 4 ضرب Z يساوي سالب 4Z، وهذا سيصبح 3 ضرب سالب 4 تساوي سالب 12. دعوني أعيد كتابة المعادلة الثانية. لدينا 8X ناقص 2Y زائد 4Z تساوي 7، ويمكننا أن نجمع هاتين المعادلتين، وأتمنى أنه سيتم حذف عبارات X، هذه يتم حذفها، زائد 16 ناقص 2Y يساوي 14Y، وسالب 4Z زائد 4Z يتم حذفهما أيضا، ونحصل على 14Y تساوي لدينا سالب 12 زائد 7 تساوي سالب 5، إذن لدينا سالب 5. والآن أصبح لدينا معادلة واحدة بمجهول واحد، ويمكننا حل ذلك، يمكننا أن نحل ذلك. يمكننا أن نقسم كلا الطرفين هنا على 14، نقسم كلا الطرفين على 14، ونحصل على y تساوي سالب 5 على 14، سالب 5 على 14، إذن هذا ممتع. ولكن ليس بالضرورة أن يخبرنا الكثير عن الحلول، يجب علينا أن نكون حذرين عندما نعود ونعوض هذه القيمة، لأننا لم نستخدم جميع المعادلات هنا. فإننا لم نستخدم المعادلة الثالثة، لذا دعونا نجرب حذف الإكس في هاتين المعادلتين ونرى إذا كان بإمكاننا الحصول على نتيجة ممتعة. والسبب في أنني أقوم بهذا الآن هو أنه يمكن أن لا يوجد حلول أو يمكن أن يوجد حلول لا نهائية، لذا دعونا نقوم بأخذ هاتين المعادلتين، ويمكنني أن أحذف الإكس. فإذا أبقينا المعادلة الأولى كما هي وضربنا المعادلة الثانية بإثنان، فهذا يصبح سالب 8X ويتم حذفها. إذن المعادلة الأولى هي 8X ناقص 2Y زائد 4Z تساوي 7، أعد كتابتها. والمعادلة الثانية سأضربها بإثنان، سالب 4X ضرب 2 يساوي سالب 8X، و 2 ضرب y يساوي زائد 2y، و 2 ضرب ناقص 2z يساوي سالب 4z، ومن ثم سالب 14 ضرب 2 يساوي سالب 28. ويبدو أن هناك شيء ممتع سيحدث عند استخدام هاتين المعادلتين، أو عندما تجرب أن تجد نقاط التقاطع لهاتين المعادلتين، فستجد شيء غريب جدا، 8X ناقص 8X يساوي 0، أيضا ناقص 2Y زائد 2Y يساوي 0، إذن 4Z ناقص 4Z أيضا يساوي 0، و 7 ناقص 28 يساوي سالب 21،
إذا عندما تستخدم هاتين المعادلتين سوف تحصل على هذه العبارة الغريبة أو غير المتجانسة، وهي صفر تساوي سالب 21، والذي لا يمكن أن يحدث. إذا سينتهي بنا المطاف بأنه لا يوجد حلول هنا، no solution. وإذا حصلت على 0 تساوي 0 أو 21 تساوي 21 أو سالب 21 يساوي سالب 21، سيكون لدينا نفس المعادلة أو نفس الرسم، والذي يعبر عن وجود حلول لا نهائية. ولكن هنا في هاتين المعادلتين لدينا نفس المعامل، فعندما تقوم بجمعهما ستحصل على نتيجة مختلفة. إذا سيكونان متوازيين، وإذا أردنا رسمهما فسيبدو إحداهما هكذا والآخر سيبدو هكذا. إذا لا يمكنهما أن يتقاطعا إذا كان صفر يساوي سالب 21. إذا سيكون من المستحيل أن يتقاطعا، مستحيل أن يتقاطعا، مع أننا حللنا هذه المعادلة الأولى هنا، إلا أن هاتين المعادلتين لا يمكن لهما أن يتقاطعا، إذن لا يوجد حلول.